اخي دارين هاي اسمها هاي خدمة اساسا الدار والدين دار الفخار نبعث الميه صوتنا القديم اللي كان يميزنا عن غيرنا وين وين راحت اشياءنا الحلوه ما راحت موجوده وما راحت بس عالمنا صار عالم التكنولوجيا التكنولوجيا في كل مكان تكنولوجيا هلا هلا والله بالتكنولوجيا انا عندي كل التكنولوجيا انا ست التكنولوجيا يما يا محمد قول لاخوك سالم شو جاب لنا هدية يما هذا موبايل نوبايل وكيف يا ابوي وكيف يا احتي كيف يا ربي كيف يا استغل يما طولي بالك هذا الجهاز حديث متطور عشان صار تحكي مع بالك وين تعود ومع جاراتي ومع عبد الله وام حسين هاني وام لسان طويل قول جاراتك يما قول جاراتك هاك يما اطلب لك كذا ماشا والله اشتقت لها كوما ولا كلك اطلب لاخوك وغبي اخسر عليه لحوالها المطروح ولا كلا طولي بالك يما هذا الجهاز سيريحك ويريحنا كرتك يما اكيد يما انا بوعدك كمان اعلمك كيف تستعملي وكيف تحشي مع اولادك كيف تلعبي عليها العاب كمان قلت يما سرحت قلبي يما يرضى عليكم رضا ربي ورضا قلبي ولا بقدر اكون ضده لان التكنولوجيا اجبرتنا نتعايش معها ودخلت بيوتنا حياتنا وعقولنا واعمالنا دون استئذان ما بنقدر نوقف كل سرعتها بالانتشار شوفوا شو عملت بيوتنا واسرتنا الصغيره مع بعضها البعض رح اتركيكم الحكم